إكرام لمن له الإكرام. فإحنا جايين نكرم الذين يستحقوا النهاردة هذا الإكرام. لو ما عملناش كده يبقى إحنا مش بنطيع كلمة ربنا اللي قال لنا لما حد يعمل معاك جميل لازم تروح وتسلم عليه وتقول له أشكرك. النهاردة الكنيسة قررت تشكر وتحيي وتقدر كل الناس اللي أسهمت بصورة أو بأخرى في هذه الثورة الرائعة لحرية بلادنا العزيزة. فجبنا بعض الناس اللي نقدر ينوبوا عن قطاعات كبيرة قوي أثرت وأثمرت للعمل العظيم دوت. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناها الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله محبة وحبه يشفي العريض ومن تزكى وحقه يلمع بجيل. مهم قوي ان بنحتفل مع بعض كمسلمين ومسيحيين والمسؤولين اللي هم قاموا بالثورة والشهداء اهاليهم. ده يدينا احساس بالوحدة وبعدين بنتحد في سبيل حب بلدنا. انا زوجة احد الشهداء اللي في 25 يناير، هو اسمه محمد علي عيد عبد المجيد، هو استشهد يوم 28 يناير اللي هي جمعة الغضب قرب ميدان التحرير. هم هنا في الكنيسة استدعوني عن طريق استاذ امجد، جابوا كل البيانات عننا عن طريق الانترنت، كلموني في الموبايل امبارح وقال لي ان احنا كريم للشهداء واسر الشهداء في الكنيسة هنا في قصر الدبارة، ودعوني طبعا ان نيجي. فانا جيت طبعا احضر التكريم وكده، انا شايفة انها حاجة كويسة يعني ان هم يكرموا، وانا مبسوطة قوي قوي. بس انا ام غصب عني يعني زعلان غصب عني. ده شيء كويس، شيء يعني يسعد اي بني ادم ان هم في ناس بتفتكر الشهداء واهل الشهداء، ان بتفتكرهم ان هم كرمهم ان هم ليهم قيمتهم. في سورة المائدة ربنا بيقول لك ومنهم قسيسين ورهبان فهم لا يستكبرون اذا سمعوا كلام الله لا زرفت عيونهم من الدمع. وفي سورة النساء آية 171 ربنا بيقول كلمة وروح منه ألقاها إلى مريم. فاللي عايز يعرف المسيحي كويس قوي يدرس القرآن كويس قوي. النهاردة انه احنا يد واحدة، شايفة ان احنا الوقت اللي جاي هيبقى انه المسيحيين والمسلمين مش هيبقى في حاجة اسمها مسلم ومسيحي، احنا شعب واحد والوقت اللي جاي هنشوف الناس بتبني مع بعض، مش هنخاف من انه مسلم يدخل كنيسة او احنا نبقى معاهم، لا حاسة ان الموضوع هيبقى مختلف.